احنا على الكرسي نتنازع ونتعارك ونقعد ونخطط ونفكر، ودواوينا بعضها هذه الديوانية ضد ذاك، ذاك ضد هذا. ليش هذا الرجل أكفأ مني، تفوق على، خليه يمشي في طريق، هذا الرجل أعلم مني، ليش واحد ما يعترف بالواقعية؟ في الآية الكريمة ربما يكون هذا معناها، أن تكون أمة هي أربى من أمة، ليكون هذا يتقدم علي، هذا أكفأ مني خليه يتقدم علي، أما أقعد وحاول تخرب علي، ليش هذا الحال؟ هذه جماعة تشتغل، ذيك جماعة تشتغل، كل واحد خليه يشتغل في طريقه.